السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، هذا هو الدرس الثامن من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر سوء الظن بالله. قال المصنف: باب ذكر سوء الظن بالله وقول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقول الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أكبر الكبائر سوء الظن بالله، رواه ابن مردويه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أخرجاه. وزاد ابن أبي الدنيا: فإن قوما أرداهم سوء ظنهم بالله، فقال تبارك وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. زاد أحمد وابن حبان: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. سوء الظن بالله أيها الإخوة هو ظن غير ما يليق بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. وعلى المؤمن أن يحسن ظنه بربه دائما، فإنه سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب ومجيب المضطر وكاشف السوء وناصر رسله وأوليائه ومظهر دينه على سائر الأديان ولو كره الكافرون. وإن كنتم تذكرون أيها الإخوة في الدرس السابق تكلمنا عن أركان العبادة القلبية الثلاث: المحبة والخوف والرجاء. وقلنا أن الإنسان ينبغي له أن يوازن بين الرجاء والخوف، فإن من غلب جانب الرجاء أمن من مكر الله، ومن غلب جانب الخوف قنط من رحمة الله. ومن ظن أن الله تبارك وتعالى لا يكشف عنه السوء يئس من روح الله. وهذه كلها أمور فيها سوء ظن بالله عز وجل، وفيها ظن غير ما يليق بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته. فمن إحسان الظن بالله أن تظن أنه غافر الذنب وأنه قابل التوب وأنه مجيب المضطر وأنه كاشف السوء جل جلاله وعظم سلطانه. ومن إحسان الظن بالله عز وجل أن تظن أن الله تبارك وتعالى ناصر رسله ومنجي أوليائه تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إن جندنا لهم الغالبون وإنهم لهم المنصورون. وأن الله تبارك وتعالى ينجيهم من كل سوء ومن كل مكروه. يقول الله تبارك وتعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هذه كلها يجب عليك أن تظن بها الظن الحسن، وأن تعلم أن الله تبارك وتعالى فاعلها لا محالة، وأن الله تبارك وتعالى مظهر دينه على سائر الأديان. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. هذا كله من إحسان الظن بالله تبارك وتعالى.
ومن إحسان الظن بالله تبارك وتعالى أن تعلم أن أقداره جل وعلا تجري لحكمة، وأن كل أمر يفعله سبحانه وتعالى له في ذلك الحكمة البالغة، وكل شيء فعله بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ولله قل فلله الحكمة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يحيي هذا السنين الطوال، يميت هذا في عمر قصير، يميت ذلك على الإيمان، يميت هذا على الكفر، يجعل هذا صالحا، يجعل هذا فاسقا، هذه كلها لحكمة يعلمها الله جل وعلا. قل فلله الحكمة البالغة ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذه أمور تحسن الظن أنت بالله تبارك وتعالى أنه جل وعلا لا يفعلها إلا لحكمة، فهو الحكيم العليم، وهو اللطيف الخبير، وهو عالم كل شيء. إن خفت عنا حكمته فإننا نوقن ونؤمن بأن لذلك حكمة بالغة يعلمها الله تبارك وتعالى. واحذر أيها العبد المسلم أن تكون مسيئا الظن بالله كحال أهل الجاهلية الذين أخبر الله عنهم في الآية الأولى بقوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهذه الآية سيقت في غزوة أحد. قال الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم المؤمنين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم أهل الجاهلية والنفاق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فهؤلاء يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون أن الله تبارك وتعالى لا ينصر رسوله، ويظنون أن دائلة الشرك تدول عليهم، وخاب ظنهم ولله الحمد. ولا تظن بالله تبارك وتعالى ظن السوء كحال المنافقين الذين ساق الله خبرهم في سورة الفتح بقوله وذلكم ظنكم عفوا الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء ظنوا أن الله تبارك وتعالى لا ينصر رسوله، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول، أي أن لن يرجع، ظنوا أن الرسول لن يرجع إلى أهله سالما، وكذلك المؤمنون ظن المنافقون أن المؤمنين لا يرجعون إلى أهلهم سالمين، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وساق المصنف رحمه الله تعالى الآية الثانية التي في سورة فصلت وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. من يظن أن الله تبارك وتعالى لا يحصي أعمال العباد هذا لا شك أنه يظن ظن السوء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا، الصالح يجازيه الله بأعماله، المسيء يجازيه الله بأعماله. إن أنت ظننت خلاف ذلك ظننت بالله ظن السوء. اليوم بعض الناس والعياذ بالله يقول أنا أؤمن برحمة الله إلى درجة أن الله تبارك وتعالى قد يدخل اليهود والنصارى الجنة، وما يدريك رحمة الله وسعت، رحمة الله وسعت كل شيء. هذا هو ظن السوء بالله، هذا هو ظن السوء بالله. هل تظن أن الله تبارك وتعالى يساوي من آمن وأسلم وعمل صالحا بمن كفر ونافق وأساء وأفسد؟ لا والله. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تأمل هذه الآيات، تدبرها، كأن الله يقول أن هذا ظن الكفار وخاب ظنهم، والذي يظن هذا الظن يجعل أن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه وأرسل رسله عبثا. لا، الله تبارك وتعالى أنزل الكتاب ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وليؤمن العباد. أما من يكفر فجزاؤه جهنم وبئس المصير. من ظن غير ذلك فإنه يظن بالله ظن السوء.
ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة فصلت: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم اسمع وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنود ولا جلودكم ولكن ظننتم شوف الظن السيء ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين لا يسمع لعتابه هؤلاء أقوام ظنوا بالله ظن السوء إياك أن تكون من هؤلاء يتأكد إحسان الظن بالله تبارك وتعالى أيها الإخوة عند الموت فينبغي لكل مسلم إذا حضره الموت أن يحسن ظنه بربه وإذا حضر عند محتضر أن يحسن الظن بربه لذلك المحتضر لماذا؟ لأن الإنسان عند احتضاره انقطع عمله لا يستطيع أن يعمل لا يستطيع أن يعمل بل لو وقف شيئا أوصى أو فعل أي شيء من هذا القبيل وهو يحتضر لما قبل ذلك منه خلاص انقطع عمله فلم يبقى إلا إحسان الظن بالله تبارك وتعالى ولذلك يبقى أمل العبد في مولاه تعالى عند هذه اللحظة فينبغي على العبد أن يحسن الظن بربه عند احتضاره وإذا اشتد الكرب ينبغي على العبد أن يزيد إحسان ظنه بربه لقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب أخرجه أحمد بن حديث بن عباس رضي الله عنهما بخلاف الكافرين والمنافقين فكلما اشتد كربهم زاد يأسهم وقنوطهم فهم في عذاب دائم لا ينالون خيرا ولا يحصلون أجرا أنت اليوم أيها الأخ المسلم تأمل في حالك أمر المؤمن كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له أليس كذلك وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ومع ذلك فإن المؤمن إذا أصابته ضراء لا ييأس من روح الله ينتظر إيش؟ ينتظر الفرج أو لا بعكس الكافرين والمنافقين تنزل عليهم المصيبة ييأسون ويقنطون ويتعذبون ولا يحصلون أجرا بل قد يلجؤون إلى الانتحار أليس كذلك؟ عذاب دائم في الحياة وفي الآخرة كذلك لكن المؤمن لا دائما يحسن الظن بالله أنا هذه المصيبة ستتأخر علي تكفير للسيئات ورفع للدرجات فرج الله قريب واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج المؤمن يسير دائما على هذا النسق بخلاف الكافرين والمنافقين فهم يتعذبون والمؤمن ولله الحمد في نعيم دائم سواء أصابته ضراء فيصبر سراء فيشكر وهكذا وقع في ذنب يستغفر وهو يعلم أن الله إيش غفور رحيم دائما المؤمن مرتاح البال ثم اعلموا أيها الإخوة وهذا من أهم ما أنبهك إليه أننا نعيش اليوم نحن البشر وسط أناس يسيئون الظن بالله تبارك وتعالى بما لم يظنه الكفار والمشركون من أهل الجاهلية وبما لم يظنه المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك؟ الكفار أهل الجاهلية والمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون بالله ظن السوء في أفعاله القدرية غالبا إما أن يقولوا أن الله تبارك وتعالى لن يقدر نصر رسله أو لن يقدر رجوع أوليائه من الغزو سالمين أو لن يقدر إعلاء كلمته أو لن يقدر ظهور دينه على سائر الأديان أليس كذلك؟ وإما أن يظنوا أن الله تبارك وتعالى لا يقدر هذه الأمور لحكمة فإذا مات أحدهم
لا يؤمنون أن الله تبارك وتعالى جعل في تلك في ذلك الأمر حكمة بالغة. إذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أمر من الأمور الدنيوية المكروهة لا يظنون بالله ظن الحق ويظنون أن ذلك لحكمة بالغة، فهم يدورون في ظنهم السيء بين أفعال الله القدرية والحكمة منها. اليوم البشرية تعدت إلى أن تظن بالله ظن السوء حتى في أحكام الله الشرعية، فتزعم أن هذا الدين لا يصلح لهذه الأيام، وتزعم أن هذا الدين لا يسع البشرية، وتزعم أن هذا الدين لا يصلح مع التطور. أليس كذلك؟ بل من أبناء المسلمين من يطلب إعادة النظر في جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، أليس كذلك؟ بل وصل الحال ببعضهم إلى أن طالب بإعادة النظر في الميراث، وأنه لا ينبغي أن تأخذ المرأة نصف نصيب الذكر، أليس كذلك؟ بل وصل الحد إلى بعضهم إلى أن أراد أن يجيز التعدد للمرأة كما هو للرجل. إذن هؤلاء الظن السيء عندهم تعدى إلى أي مرحلة؟ إلى أن طعنوا في أحكام الله الشرعية، فغالب ظنهم السيء تعدى إلى الوصول إلى مرحلة الظن بأحكام الله الشرعية الظن السيء، على خلاف ما ظنه أهل الجاهلية والنفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح ظن الناس اليوم السيء أشد جرما وأعظم شناعة من ظن الأولين من أهل الجاهلية والمنافقين، كشرك المتأخرين كما أخبر الإمام أحمد الوهاب رحمه الله تعالى أن شرك المتأخرين أشد شركا ممن؟ من الأولين. انظر اليوم إلى الناس، يعني أنت تستغرب أن يخرج من بني جلدتنا ومن يتكلم بألسنتنا ممن يزعم أن المرأة كالرجل ولا فرق بينهما، والله تبارك وتعالى يقول وليس الذكر كالأنثى، ويقول وللرجال عليهن درجة، أليس كذلك؟ وأحكام الله تبارك وتعالى في الكتاب العزيز بالتفرقة بين الرجل والمرأة كثيرة. لكن هؤلاء كفار قريش، كفار قريش أرجل منهم، كفار قريش ما قالوا أن المرأة كالرجل، فيأتي الناس في هذا الزمن ويتعدون على أحكام الله الشرعية ويريدون مساواة المرأة بالرجل حتى في هذه الأحكام. لا يؤمنون أن المرأة على النصف من شهادة الرجل، لا يؤمنون أن المرأة يجب أن تكون مطيعة للرجل عند الزواج منه وللرجال عليهن درجة، لا يؤمنون أن الرجل فضله الله تبارك وتعالى في الخلق والمنزلة وطاعة الأمر وغير ذلك مما جعل الله تبارك وتعالى لأجله القوامة له، أليس كذلك؟ إذن ظن أهل الناس اليوم، ظن الناس اليوم بالله تبارك وتعالى الظن السيء كان أشنع وأفضع من ظن أهل الجاهلية والمنافقين. تنبه أيها الأخ المسلم لذلك، وإياك أن تكون ممن يسيء الظن بالله، إياك أن تظن بالله ما لا يليق لا في أفعاله القدرية ولا في الحكمة منها ولا في أحكامه الشرعية ولا في الحكمة منها، وظن بالله تبارك وتعالى ما يليق به. وأنواع الظن كثيرة، لكن في كل أمر عليك أن تنزل بالله تبارك وتعالى ما يليق به جل جلاله وعظم سلطانه في القدر والحكمة من ذلك وأحكام الشرع والحكمة منها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، إنه لذلك والقادر عليه والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.